محمد من جديده، اول مره كيتصل بينا الرجل في صبح حداقه. اهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير اخت دنيا. صباح النور، اهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا. انا جزائريه، سرديل. نعم. وتصاوبوا مزيان. مرحبا مرحبا. الله ودي مرحبا. ناخذوا واحد الكيلو ديال السرديل. نعم، كيلو ديال السرديل. عفاك لا محمد، الا كان ممكن عفاك نقص شويه الراديو. واخا. نعم. كيلو ديال السرديل. كيلو السرديل. اييه مرحبا. وغادي نفرشوا في اللاطا القزبر وماء اللوز. نعم، غير محمد عفاك غير دفي الراديو في خطره باش نستمع ليك مزيان. واخا. ايوا غادي نفرشوا ليه القزبر وماء اللوز. نعم، بلاطا نقبطوا القزبر وماء اللوز نفرشوهم. نفرشوهم وغادي نشدوا السرديل نغرشوا بشويه ديال الملح. نعم، من بعد ما نغسلوهم بطبيعه الحال. نغسلوهم نقيو داك الشيء اللي تشافوهم. وغادي نشدوه نسرحوا تماك في البلاطا. نعم. وغادي نديروا ليه داك اليازير والزعتر، نحكهم من الفوق ونرميهم في الفران. اها، اليازير والزعتر. صافي، وغادي نرميهم في الفران وغادي ناكلها شهيه. نعم، تبارك الله عليك، خفيفه وسهله، وكنظن انها غادي تجي زوينه في الفران. تبارك الله عليك. هذاك الزعتر واليازير هو دواء. اييه. وتيفتح الشهيه. وتسردين تبارك الله غني بالفيتامينات، تبارك الله عليك محمد، وشكرا لك على الاتصال، وتحيه الناس ديال جديده.